في إطار استراتيجية الجزائر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال إقحام المؤسسات الناشئة وتعزيز بروزها في المجال، افتتح صالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة بقصر المعارض بحضور عدد من الوزراء، أين كانت كوريا الجنوبية ضيف شرف الطبعة. نظراً لإمكاناتها الوفيرة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، فإن الجزائر تتموقع بشكل فريد للبروز كرائد عالمي في مكافحة تغير البيئة. إن جمهورية كوريا على استعداد لتكون بمثابة حليف ثابت في هذه المساعي النبيلة، ويحدني أمل كبير أن يكون هذا الصالون الذي يشار إليه عادة بسيرة بمثابة حافز لتطوير التعاون الكوري الجزائري في المجال البيئي. الصالون الذي حمل شعار المؤسسات الناشئة قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر عرف مشاركة 160 شركة من أصل 10 بلدان تسعى لتعزيز التعاون واكتساب الخبرات في مجال الاقتصاد الصديق للبيئة. الهدف الأول والأسمى هو يعني باش نوصلوا الأفكار ونوصلوا براهو موجود حلول على مستوى الوطني. كما تعلمون أن هذه النفايات الخطرة معظمها كان يعالج في الخارج. الحمد لله احنا بمساعدة وزارة البيئة قدرنا معناها نعالج النفايات هذه على المستوى المحلي ولا المستوى الوطني. الهدف الذي جعلنا نشارك في هذا الصالون هو أن كثير من المؤسسات الجزائرية أرادت الاستفادة من خبرتنا في المجال البيئي، خاصة ما تعلق بالتكنولوجيا الحديثة. على هامش الصالون تم إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارتي البيئة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ستحدد من خلالها مجالات التعاون المتاحة بين القطاعين، لا سيما فيما تعلق بالاقتصاد الأخضر.